موجز لأهم الأخبار. حركة حماس تنعى في بيان رسمي زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار عقب إعلان الجيش الإسرائيلي أمس تمكنه من اغتياله بعد عام كامل على مطاردته. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية تشمل ملف الأسرى وإنجاز صفقة تبادل مع حماس بعد اغتيال يحيى السنوار بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية. الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار بأنه يوم جيد لإسرائيل وأمريكا والعالم، ويتحدث عن فرصة لمستقبل لغزة من دون حماس. الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان تسلل مسلحين من الأردن مؤكداً أنه قتل 2 منهم، والقوات المسلحة الأردنية تنفي صحة الأنباء المتداولة حول اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة. الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءً احتياطياً جديداً إلى جبهة الشمال، حيث تدور معارك ضارية مع حزب الله أدت أمس إلى مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح بليغة. الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا يعلن عقب اجتماع رؤساء وزارات الدفاع الخاصة بالحلف أن الناتو سيواصل تعزيز وجوده على الجانب الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا.